السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة إن شاء الله معادنا مع زمن الماضي البسيط, The past simple tense. زمن الماضي البسيط هو أحد الأزمنة المهمة جدا اللي أنا بستخدمها في اللغة الإنجليزية. شكل ما قلنا حبايبي قبل كده عشان أقول إن أنا هاضم أي زمن وعارفه كويس وأقدر أفرقه عن الأزمنة الأخرى, إن أنا أكون عارف فيه خمس حاجات. أول حاجة حبايبي هي الفورم. الفورم حبايبي اللي هو التكوين بتاعه, اليوسج, الاستخدام. والاستخدام ده بلاقي الكيوردز, يعني الكلمات الداله على الزمن, النيجيشن, النفي, كويستشن, السؤال, وكمان هاو تو تشينج انتو باسيف, ازاي احول لمبني مجهول. طبعا لما اجي اقول لك الزمن ده بيتكون من ايه, يعني الفعل بتاعه شكله عامل ازاي. تاني, تكوين زمن يعني شكل فعل. قال لي الفعل فيه زمن الماضي البسيط عباره عن تصريف تاني. التصريف التاني ده حبايبي ممكن يكون عادي, ريجولر, او شاذ, ريجولر. طيب بعرف انه عادي او شاذ ازاي؟ قال لي العادي بلاقي مضاف للفعل الاساسي دي او اي دي او اي دي. شكل لايك مثلا حبايبي بلاقي الماضي بتاعها لايكد, هنا زود دي ليه؟ عشان هي بتنتهي ب اي. بلاي الماضي بتاعها بلايد, زودت لها اي دي. كراي هلاقي الماضي بتاعها كرايد. طب ليه هنا بقى قلبت الواي وهنا ما قلبتش؟ قال لي لان الواي هنا قبلها حرف ساكن لكن اللي فوق قبلها حرف متحرك. إذا أنا بقلب الواي لآي وزود الإي دي إذا كان قبلها حرف ساكن مش متحرك. طيب كلمة شكل كلمة drop الماضي بتاعها dropped. هنا لو لاحظت إن أنا ضعفت البي وبعدين حطيت إي دي, يعني إذا انتهى الفعل ذو المقطع الواحد بحرف ساكن قبله حرف متحرك بضعف الحرف الأخير. أما الفعل الشاذ بقى حبايبي هو الفعل اللي ولا بزود له دي ولا إي دي ولا أي إي دي, يا إما بغير شكله يا إما بخليه شكل ما هو. شكل go went, buy bought, ride road, hear heard, cut cut, put put. يبقى اذا انا ما عرفتش ان في فعل منتظم او غير منتظم الا لما خدت تصريفات الافعال. يبقى لما يجي يقول لي I watched TV ويجي يسالني الجمله دي بزمن ايه, ولا هروح لاي ولا هروح لتي في, هروح للفعل بتاع اللي هو watched. هلاقيه مزود له اي دي, فبالتالي هقول على الفعل ده فعل ماضي. ولما اسالك عادي ولا شاذ هتقول لي عادي. لما اقول لك كده هي saw a film, يعني هو شاهد فيلم. لما اجي اقول لك الجمله دي بزمن ايه فبتروح لفعلها, الفعل هنا ايه؟ هتقول لي سو. هتقول لي سو ده الماضي بتاع سي, فبالتالي الجمله دي في زمن الماضي البسيط. يبقى اذا حبايبي بعرف ان زمن الماضي بسيط يا اما بروح للفعل الاقيه مضاف له دي او اي دي او فعل شاذ من اللي انا حافظهم. طيب ده بالنسبه حبايبي للتكوين. تعالوا نشوف بقى حبايبي النفي. قال لي لما اجي انفي زمن الماضي البسيط بنفي بكلمه didn't وارجع الفعل لمصدره. تاني حبايبي, بنفي بكلمة didn't ورجع الفعل لمصدره إلا was were. لما يكون الفعل بتاعي was or were النفي بتاعهم wasn't or weren't, لكن ما ينفعش هنا أقول didn't be. يعني لما يجي مثال يقول لي he washed the car, يعني هو غسل العربية, ويجي يقول لي انفهالي, حاولوا كده he, هنفي بقى بكلمة didn't, washed دي ترجع wash, يبقى he didn't wash the car, يعني هو ما غسلش السيارة. لاحظ بقى أنا قلت he didn't ورجعت فعل لمصدره, يعني ما ينفعش أقول he didn't washed. هتقول لي لا طبعا, مع didn't لازم الفعل يرجع لمصدره, وقلنا الكلام ده كمان مع don't or doesn't. أي verb to do ما يجيش وراه إلا مصدر. إلا بقى حبيبي لو كان الفعل بتاعي was or were, يعني لو أنا قلت كده he was happy, يعني هو كان سعيد, وقلت لك تعالى ننفي الجملة دي, ما ينفعش اقول بقى هنا he didn't be happy, no, هقول he wasn't happy, يعني هو ما كانش سعيد. يبقى اذا حبيبي كل الافعال في الماضي بينفع didn't ترجعها لاصلها الا was were, was بتبقى wasn't, were بتبقى weren't. نفس الكلام كده لو قال لي they were at home, يعني هم كانوا في البيت. لو حبيت انفي الجملة دي فهقول they weren't at home, يعني هم ما كانوش في البيت. طب ازاي بقى مستر حجيلي الحاجات دي في الاختيار؟ كلام بسيط خالص, هيقول لي he didn't ولا wasn't ولا weren't play the ماتش, ولي تعالى يلا اختار. هقول له كلام بسيط خالص. هنا انا لازم ابص حبايبي ورا الاقواس, ورا الاقواس هلاقي كلمه بلاي.
بلاي ده فعل في المصدر. خلي بالك حبايبي المصدر مستحيل يجي ورا was where، أمال يجي ورا didn't، يبقى نفي هنا ب didn't، فأقول he didn't play the match. ليه؟ أقول wasn't weren't، الفعل اللي بيجي وراها بيكون حاجة من الاثنين، يا إما verb plus ing ده بيبقى ماضي مستمر، يا إما past participle وده بيبقى passive voice يعني مبني مجهول. طيب يا مستر لو قال لي they didn't ولا wasn't ولا weren't happy، هقول لك اه happy دي ايه؟ هتقول لي مش فعل، وطالما مش فعل يبقى اذا ما ينفعش اختار didn't، didn't مستحيل تيجي الا بفعل وراها في المصدر، بقى wasn't weren't هقول له ازاي بتاخد weren't، يبقى اقول له they weren't happy. يبقى اللي هيفرق بين didn't و wasn't weren't في الماضي ان didn't بيجي وراها مصدر، wasn't weren't بيجي وراها صفه او بيجي وراها ظرف مكان. طب يا مستر في الاخطاء بيضحك عليا ازاي؟ تبص تلاقيه يقول لك كده she doesn't at work yesterday، يعني هي ما كانتش في العمل امبارح. طبعا الناس هنا اول ما هتشوف doesn't وتشوف معاها كلمه yesterday اللي هي من علامات الماضي فبتجري على طول تحط didn't. هقول لك خلي بالك بقى، يا ترى في هنا فعل في المصدر؟ هتقول لي لا، اذا ما ينفعش اصلا انفي في الماضي didn't، ما ينفعش verb to do اصلا، امال هيبقى النفي هنا ب wasn't او weren't، هقول she wasn't، يبقى اقول she wasn't at work yesterday. طب يا مستر بقى لو كان قال لي هنا كلمة stay مثلا، هقول لك اه، يبقى اذا لو في stay بقى كده كده بقى فعل في المصدر، فبالتالي كنت قلت didn't عادي خالص، يعني اقول didn't stay يعني لم يمكث في العمل امس. ده بالنسبة حبايبي للنفي. تعالوا نشوف بقى السؤال، شكل ما قلنا قبل كده واتفقنا ان احنا عندنا نوعين اتنين من السؤال. السؤال الاولاني بسميه yes and no question، يعني السؤال اللي اجابته بيس و نو فبيبدا بفعل مساعد، او الدبليو اتش كويستشن يعني السؤال اللي بيبدا باداه استفهام. يبقى دول نوعين السؤال اللي موجودين في الانجليش. طيب قال لي في زمن الماضي السؤال اللي بيبدا بفعل مساعد هيبدا بكلمه ديت، طب وبعدين هيجيب لي الفاعل، وبعد الفاعل هيجيب لي مصدر الفعل. اتفقنا خلاص ان ديد لازم يجي وراها مصدر، تاني ديد لازم يجي وراها مصدر. طيب لو بدأ بأداة استفهام، لو بدأ بأداة استفهام برضو هيجيب وراها ديد، وبعد ديد هيجيب فاعل subject بتاعي، وبعد كده هيجيب لي مصدر الفعل ويكمل السؤال. يعني اذا بدأ السؤال بديد يبقى اذا هجاوب عليه بيس او نو، بدأ بأداة استفهام بشوف الاجابة عليها. مثال لما يجي لي ديد you go to the park، يعني هل انت رحت الحديقة؟ طبعا هنا طالما السؤال بديد كده عرفني انه في زمن الماضي. ثانيا نرجع الفعل لمصدره فاقول له did you go to the park، والله لو انا رحت هقول yes واطلع بدل فاقول yes I did، طيب لو no اكيد هقول no I didn't. يبقى اذا did لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس او لا، ومع did لازم ارجع الفعل لمصدره. عشان كده يجي يقول لي did ولا do ولا does he watch TV last night، اه يعني هل هو شاهد التلفزيون الليلة اللي فاتت، هتقول last night من علامات الماضي، فبالتالي لازم اختار did. وهنا لو جاوبت اقول yes he did or no he didn't. طيب لو السؤال بدأ بأداة استفهام حبيبي، قال لي لو السؤال بدأ بأداة استفهام بجيب وراها did، وبعد did بجيب الفاعل، وبعد كده المصدر. يعني لو جيت سألتك كده قلت لك where فعل مساعد did you go yesterday، where did you go yesterday يعني أين ذهبت أمس. لما أجي أجاوب على السؤال اللي في الماضي حبيبي بشيل لغاية did، you بحولها ل I، وهنا بقى طالما ديد راحت لازم الفعل يبقى في الماضي، فاقول I went واجيب المكان to the park، يعني انا رحت الحديقة yesterday. والافضل طبعا ان نجيب ظرف في المكان وبعد كده حبايبي اجيب ظرف في الزمن. مثال تاني مثلا يقول لي when did he get up، يعني امتى هو استيقظ. طب هو استيقظ مثلا الساعة 6، هشيل when واشيل did، ابدا من الفعل بتاعه هقول له اه did راحت يبقى جيت تبقى got، فاقول he got up at 6،
يعني هو صحي الساعة 6. فلما يجي يقول لي في الاختيارات when did Sammy يقول لي visiting visited visit أسوان. هقول له اه والله طالما في ديت في السؤال يبقى لازم فعل يرجع لمصدره، يعني لازم اقول visit، يبقى when did Sammy visit أسوان. طب امتى مثلا بقى يبقى السؤال في الماضي وما اختارش ديت؟ هقول لك لما ما يكونش فيه فعل في المصدر. يعني لو سالتك كده، بص السؤال الجميل ده، why did ولا do ولا was he happy yesterday؟ طبعا حبايبي الناس اول ما بتشوف يسترداي بس يبقى كده الكلام في الماضي، فروح انا على طول لمين؟ لديد. هقول لك لا، يا ترى في فعل في المصدر هنا؟ هتقول لي لا، يبقى اذا ما ينفعش اجيب ديد. امال هجيب مين؟ واز. فاقول واي واز هي هابي يسترداي، يعني ليه هو كان سعيد امبارح. كذلك حبايبي لما اشوف الجمله في زمن الماضي لازم اخلي بالي من تركيبه السؤال وانا بعمل السؤال ده في المحادثه. يعني مثلا هو قال لي كده يس هي واتشد the film. طبعا هنا حبايبي الاجابه دي بدأ بيس، هو هنا عايزني اعمل سؤال. جميل، طالما بدأ الاجابه بيس او نو يعني معناها ان انا هعمل السؤال بتاعي بفعل مساعد. طيب هتقولي ما هنا مفيش فعل مساعد، هقول لك بس الفعل ده في زمن الماضي، يبقى على طول حبايبي اجيب ديد، الفعل بتاعي هي. طب ايه اللي هيحصل للفعل ده؟ هشيل منه الاي دي او ارجعه لمصدره لو كان شاذ، فاقول did he watch the film، يعني هل هو شاهد الفيلم؟ تاني هل هو شاهد الفيلم؟ يبقى اذا اذا كانت الاجابه بدأ بيس ونو في الماضي ببدأ انا بديد. طيب اذا كانت مفيش يس ونو قال لي خلاص ببدأ بأداة استفهام. يعني لو انا جيت قلت لك كده احمد when to the shopping mall to buy a shirt. يعني احمد راح للشوبينج مول عشان يشتري قميص. طبعا حبايبي هنا to دي اللي معناها لكي، شكل ما احنا عارفين، لكنها because بالظبط يجي وراها الغرض، وبالتالي بسأل عنها بواي، يعني عايز اقول ليه احمد راح المول. يبقى اذا هسأل بواي هنزل اجيب فعل مساعد، هلاقي الفعل ده في زمن الماضي يبقى لازم اجيب did، اقول why did الفاعل بتاعي، هتقول لي احمد يبقى اقول why did احمد. طيب why did احمد ايه؟ هترجع فعلك لمصدره يبقى go to the shopping mall، يعني ليه احمد ذهب للشوبينج مول؟ فيقول لي احمد went to the shopping mall to buy a shirt، عشان يشتري قميص. ده حبايبي بالنسبة للسؤال. طيب تعال نشوف بقى how to change this tense، ازاي احول الزمن ده into passive voice لصيغة المبني في المجهول. قال لي الكلام بسيط خالص حبايبي. طبعا في صيغة المبني المجهول في زمن الماضي البسيط، طبعا كده كده حبايبي انا ببدأ بالمفعول الاوبجكت بتاعي، وبعد كده قال لي بجيب من عندي was او were، وبعد كده قال لي الباست بارتيسيبل التصريف الثالث للفعل. طب والفعل لو جه هيجي مسبوق بكلمة باي. مثال بسيط، لما بقول هاني clean the car، يعني هاني نظف العربية. لو انا عايز ابني الكلام ده مجهول هبدأ بمين؟ the car، لان هي ديت يا حبايبي المفعول، فهقول the car الفعل هنا في الماضي، بجيب was or were على حسب الكار، فاقول the car was cleaned by هاني، يعني العربية تم تنظيفها بواسطة هاني. لما اجي اقول لك the ancient Egyptians، يعني القدماء المصريين built the pyramids، يعني بنوا الاهرامات. بقول لك يلا تعالى نبني الجملة دي مجهول، يبقى هتقول لي the pyramids يعني الاهرامات، جمع طبعا فياخد where، التصريف الثالث من built هو برضو built، يبقى where built by
بواسطة وأجيب طبعا the ancient Egyptians اللي هم القدماء المصريين، تاني the ancient Egyptians القدماء المصريين. فإذن هنا لما أجي أبني مجهول ببدأ بالمفعول وبعدين أجيب was aware وبعد كده التصريف الثالث للفعل. طيب بعرفها إزاي يا مستر في الأخطاء؟ قال لي دايما المبني للمجهول بيتعرف من خلال الترجمة، لما أترجم الجملة كويس أعرف إنها مبني مجهول. يعني لو أنا جيت قلت لك كده the dishes الأطباق washed by mom، طبعا هنا مش معقولة الأطباق غسلت أبدا، حتى لو مش مديني زمن جملة المفروض الأطباق مش فاعل، الأطباق مفعول، يعني عايز أقول الأطباق اتغسلت بواسطة mom. طبعا مديني هنا الكلام ماضي فأنا عايز مبني مجهول في الماضي، فأقوم أجيب was أو were ورا dishes وأجيب التصريف الثالث. يبقى إذا هقول the dishes كم هتاخد where وتبقى washed by mom، يعني الأطباق اتغسلت بواسطة ماما، تاني الأطباق اتغسلت بواسطة ماما. طيب يا مستر لو الجملة منفية، لو الجملة منفية في زمن الماضي البسيط وعايز ابنها مجهول، قال لي كلام بسيط جدا، قال لي بدل didn't هجيب wasn't أو weren't وبعدين برضو هجيب التصريف الثالث للفعل، مع ملاحظة ان انا ببدأ بالمفعول والفعل بتاعي مسبوق بكلمة by. بمعنى لو جيت انا قلت لك البنت رنا didn't clean the flat، رنا دي ما نظفتش الشقة، قال لي كلام بسيط خالص هبدأ بـ the flat لان هو ده المفعول بتاعي، بدل didn't قلنا هجيب wasn't أو weren't دي مفرد فتاخد wasn't، هقول the flat wasn't cleaned، خلي بالك من الكلام wasn't cleaned by رنا، يعني ما نظفتش بواسطة رنا. طيب لو هو سؤال يا مستر هبني مجهول ازاي؟ قال لي لو سؤال هلاقيه بادئ بديد وبعد ديد هلاقي الفاعل وبعد كده هلاقي المصدر وبعد كده هلاقي مفعول، لازم يديني مفعول طبعا في السؤال عشان ابني مجهول. طب اعمل ايه انا بقى؟ قال لي نفس الفكرة، بدل ديد هبدأ بواز اول، بس قبل ما ابدأ بواز اول حبيبي وبص على المفعول، ليه؟ لان هو اللي هيجي بعد واز اول، يعني انا قبل ما اجيب واز اول ابص على المفعول الاول، ليه؟ لانه هيجي مكان الفاعل، وبعدين قال المصدر ده لازم يكون تصريف ثالث، خلاص ما انا جبت واز اول مكان ديد يبقى خلي الفعل في التصريف الثالث، وبعد كده نفس الكلام الفاعل هلاقيه مسبوق بكلمة بار. مثال بسيط لما اجي اقول لك ديد اذا ميكانيك من the car، لاحظ بقى يعني هل الميكانيكي صلح العربية؟ طبعا السؤال ده في زمن الماضي اللي عرفني ديد، قال لي لما اجي ابني مجهول مكان ديد هجيب واز اور، قلت قبل ما اجيب واز اور ببص على المفعول اللي هو الكار، تاخد ايه؟ هتقول لي تاخد واز، هقول واز ها برافو عليك، اقول ذا ميكانيك، لا طبعا هقول ذا كار لاني بجيب المفعول مكان الفاعل. طب مند، قال لي لا مند دي هتبقى باست بارتيسيبل تصريف ثالث، فاقول مندد، يبقى واز ذا كار مندد باي ذا ميكانيك، يعني هل العربية اتصلحت بواسطة الميكانيكي؟ عشان كده لو جيت لي دي الناس كلها تغلط فيها، يعني لو بدأني كده وقال لي does the car wash yesterday، طبعا الناس كلها هنا هتبص على مين حبايبي؟ على yesterday، مش هتبص على washed، خلي بالك فهيروح جاي قايل did، هقول لك لا طبعا هي العربيه غسلت ولا اتغسلت؟ هتقول لي لا اتغسلت، يعني الكلام مبني مجهول. ثانيا لو بدات بديد ازاي هتجيب وراه تصريف ثاني او ثالث؟ مش هينفع طبعا، فبالتالي هنا الكلام مبني مجهول وفي زمن الماضي فلازم اقول was، فاقول was the car washed yesterday. تعالوا حبايبي بقى نشوف امتى استخدم الكلام اللي احنا قلناه ده كله، سواء التكوين او النفي او السؤال او المبني المجهول. قال لي أول حاجة خالص when I talk about actions that started and ended in the past، يعني لما أتكلم عن أحداث بدأت وانتهت في الماضي.
طب انا هعرف انها بدأت وانتهت في الماضي ازاي؟ اكيد هلاقي الكي ووردز بتاعتي، شكل yesterday، شكل last، شكل ago، شكل one day، شكل in the old days، في الايام السالفة، شكل once يعني ذات مرة، شكل once upon a time، شكل the other day، شكل I wish، شكل it's time، وشكل كمان I would rather. قال لي كل دول حبايبي علامات من علامات زمن الماضي البسيط، اول ما اشوفها لازم اجيب الفعل بتاعي في زمن الماضي البسيط، دي بتدل على ان الحدث بدا وانتهى في زمن الماضي. يعني حبايبي لما اجي اقول لك رنا watch ولا watched the film last night، اكيد طبعا هتقول لي watched. لما اسالك ليه هتقول لي عشان في last night، last night من علامات الماضي، يبقى ده دليل على ان الحدث ده بدا وانتهى في زمن الماضي. شكل ما قلت لك العبارات مهمه جدا بقى، يعني لما اقول لك I would rather يعني افضل، you ان انت، واقول لك take ولا took ولا taken the medicine، هنا بقى لازم اكون حافظ ان would rather و it's time و I wish بدون اي علامات بيجي معاهم ماضي بسيط. هو I'd rather you took the medicine، يعني لو هنا قال I wish برضه اقول له I wish you took the medicine، لو قال لي it's time اقول له it's time you took the medicine، اي واحدة من الثلاثة هجيب معاها ماضي. يعني لو قال لي كده يا مستر اجيب ماضي، I'd rather watch ولا watched TV، اقول له watched، هقول لك لا، ما هو عشان اجيب وراها ماضي لازم يكون جاي وراها حبايبي جملة كاملة، انما لو الفعل جاي وراها على طول فهنا لازم اجيب مصدر الفعل بدون اي اضافات. يبقى اول حاجة حبايبي بستخدم فيها زمن الماضي البسيط لما اكون بتكلم عن احداث بدأت وانتهت في زمن الماضي. ثانيا ان انا بستخدمه لما اتكلم عن عادة في الماضي، بستخدمه لما اتكلم عن عادة في الماضي، والعادة هنا بتبقى بحاجة من الاثنين، يا إما بظرف تكرار مع علامة من علامات الماضي، يا إما بكلمة used اللي معناها اعتاد أن. مثال بسيط، لو قلت لك he always plays ولا played tennis، وقفت كده بس هتقول لي اه كده always ظرف تكرار ومفيش معاه أي حاجة، ده من علامات مضارع بسيط، كنت هقول plays. طب لو كمل بقى when he was in Alex، لما كان في اسكندرية كان دايما بيلعب تنس، اقول لك لا بقى هنا ظرف التكرار هنا بيدل على ان التكرار ده كان في الماضي، ايه اللي عرفني؟ عشان قال لي when he was in Alex، فعشان كده لازم اقول play، يبقى ما يغرنيش كلمة always وراح اجيب plays، لا ده ربطها لي بالماضي فلازم اقول play. اذا الاحداث دي كانت بتكرر في الماضي، كانت عادة في الماضي، او ان انا استخدم كلمة used to، وان used to حبيبي معناها اعتاد ان يفعل شيء في الماضي لم يعد يفعله الان، طبعا used to بيجي وراها مصدر، فلما يجي يقول لي he used to smoke يعني هو اعتاد ان هو يدخن، قال لي اه، طالما قال لي هو اعتاد ان هو يدخن معناها he doesn't smoke now، خلي بالك يبقى معناه ان هو دلوقتي ها ما عادش يدخن، او he doesn't smoke anymore لم يعد يدخن، او he no longer smokes او يعني لم يعد يدخن. اذا اعتاد ان يفعل شيء في الماضي معناه ان هو ما بيعملوش دلوقتي، وقال لي كمان بتدينا معنى he was in the habit of، he was in the habit of يعني هو كان عنده عادة، طيب he was in the habit of ايه؟ هجيب verb plus ing، he was in the habit of smoking يعني هو كان عنده عادة التدخين. اذا حبايبي الحاجة التانية اللي انا بستخدم فيها زمن الماضي البسيط للتعبير عن عادة في زمن الماضي، كمان بستخدمه حبايبي للتعبير عن شيء غير محتمل حدوثه في المستقبل، وهنا هتلاقيني بقى بستخدم ايه حبايبي؟
هتلاقيني بستخدم حالة اف التانية اللي هي ماضي بسيط، والجملة التانية would plus الانفينيتيف would زائد المصدر. يعني يقول لي كده if he played، يبقى لاحظ بقى if he played well ده شيء غير محتمل حدوثه، sorry if he played well he would win، يعني لو هو لعب كويس هيكسب. يبقى لاحظ انا استخدمت زمن الماضي البسيط للتعبير عن شيء غير محتمل حدوثه في المستقبل، وده في حالة اف التانية ماضي بسيط وزائد المصدر. يبقى اذا لازم اذاكر الزمن ده كويس جدا عشان بيترتب عليه حاجات كتير جدا بعد كده في القاعدة. لازم اعرف تكوينه بيكون من ايه، لازم اعرف استخدامه امتى استخدمه، العلامات بتاعته، النفي، السؤال، وكمان المبني للمجهول. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. Goodbye. السلام عليكم.